السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. كل يوم حأحكي لكم كل عام وأنتم بخير، لأنه والله هذا شهر خير وبركة، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بحط فينا النشاط، وأبدا ما بيأثر على نشاطنا. ممكن الواحد يتعب شوي هيك قبل الإفطار بشوي، بس الحمد لله رب العالمين بكفي الأجر والثواب. راح نقولكم روتين يوم إن شاء الله يوم الجمعة. طبعا أول إشي عملناه أنا وبالياس، طلعنا على الجنانة، جاب لي هو شتل باذنجان وشتل خيار، وزرعنا البتنجان والخيار وسقينا الزرع واطمننا على الزرع كله واطمننا على الدجاج اللي عندنا. وبعد هيك دخلت على المطبخ، واليوم ساعدني أبو الياس في تحضير الطعام، وعمل معي طبق من سلطة الخيار باللبن، شهي جدا. شوفوا الطريقة راح تعجبكم كتير، منعش وشهي جدا. وأنا عملت فروج مشوي بالفرن بالخلطة، وطبق جانبي كبسة الأرز بالبهارات والهال والمسمار، طبق جميل جدا وخفيف. طبعا ضروري يكون في صحن نشويات على الإفطار، بيعرف لأنه إحنا صايمين ساعات طويلة من النهار. بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للنهاية لحتى تشوفوا كل تحضيراتنا لهذا اليوم. اليوم هو طبعا 11 من رمضان، وبتمنى انه هالفيديو ينال على اعجابكم. طبعا هاي هي مزروعاتي، عمال بصور لكم فيها. شوفوا كيف هون البصل والنعنع ما شاء الله، وما عمري تخيلت انه يكون عندي هيك اشي. طبعا هذا كله الفضل بيعود الى الاستاذ باسم وزوجته. وهون شايفين عندي هون الفاصوليا الخضراء ما شاء الله بلشت تعمل. شوفوا ما احلى، يعني سيبكم من الانتاج، المهم الراحة النفسية لما احنا بنشوف هالاشي. هون في عندنا بهار مشكل، هال وزعتر. زعتر هذا شايفينه، هذا الزعتر. وعندنا اللي هو نفسه المخصص للبيتزا، بتستعملوه في البيتزا، فلفل اسود، كركم وبابريكا. وهلا رح نضيف ملعقة ملح. طبعا اهم شيء في الطبيخ هي الملح. ماشي، بنخلطهم وبنخلط منيح ماشي الحال. حركة منيح. بنجيب الدجاج المدللة. طيب، وهي الدجاجة بلش نتبل فيها من جوا من داخل، من جوا لبرا بهذا الشكل. عملها شوية تدليك بهذا الشكل هيك، ندلعها شوي. كل ما دلعناها تطلع أزكى، صح يا ماما؟ صح، مضبوط. طبعا نفس الخلطة، رايحين نعمل رز بنستعمل نفس الخلطة هاي، كيف؟ مش مشكلة، بدنا نحطه كله لأنه هو بيعطي نكهة وطعم زاكي كثير. انبهر من الخلطة، صح؟ الرقم الرقم. طيب، وهي الرقم كل شيء كل شيء. طيب، وهلا شو رح نعمل فيها هاي؟ نحطها بالفرن. خلينا نرجع لكم شوي لورا. رايحين نروح ناخذها ونحطها لا والله بدنا نحطها بالفريزر، يلي حلا، لأنه هذا الدجاج طازج، إذا ما حطيناه بالفريزر رح يكون أكله كثير صعب. فراح نحطها ساعة، ساعة ونص، ساعتين زمن. تطلع دايبة صح؟ ايوه، على الاربعه بنطلعها وبنحطها بالفرن. نحط الدجاجه بالفرن بعد ما ظلت بالتتبيله لمده اللهم صل على سيدنا محمد، خليناها ساعه لساعه ونص بالفريزر. هلا رايحين ننزلها، رايحه بس ايش احاول اني احطها بهذا الشكل. طيب، طيب هيك حطينا الدجاجه، ورايحين نغطيها في ورق تخضير. بس قبل هيك راح ارد افكي مغاربة، ليش؟ لانه انا ما بدي اياها اول شيء تنشف كمان، علشان ما تلزق بال ما تلتصق بال عفوا حتى انا عم نحكي والله صيام انه مأثر. طيب شوف ايش راح اعمل. هاي هون، هاي الورقة هاي راح احط عليها زيت هيك كمان، علشان يعني هي مش راح تلزق، بس هيك احسن يعني احتياطا احسن واحسن كمان في أطواج، حتى يخلي الدجاج تضلها يعني ما تنشفش وتطلع معي طرية مع أحلى. بس هيك شفتوا كيف؟ راح أجيب الورقة هذه، أو بعد شوي الموبايل هيك بشكل. بس ما راح أعمل شيء ثاني، هلا راح ألفها بقصدير ورق ألمنيوم يعني. على الفرن
وضروري تضلها اقل شيء لمده ساعتين على نار واطيه لحد ما احنا طبعا ما حطيت سوائل تحت بتحتاج تستوي لحالها ان شاء الله. لما اطلعها راح بفكر كبيره وليش بدك تعملنا؟ بدك تعملنا؟ سلطة لبن مع بخيار ونعناع. بكفي ولا كمان بدك؟ خلاص. أنا بقص مقطع عمدي علشان يقوى. أطفيه. النعناع كل ما قصنا أكثر كل ما يقوى أكثر. هات هذه هيك. أيوة أيوة أيوة. ماشي الحال. بس. بيقوى معلش. وهون بلش أبو الياس يحضر لسلطة الخيار باللبن، وهي جهزنا الخيار وهي جهزنا النعناع علشان يبلش في أبو الياس، والله يعطيه ألف عافية. السلام عليكم أعزائي المتابعين في قناة أم الياس كيتشن. اليوم بدي أساعد أم الياس في الأكل، وحبيب أعمل سلطة خيار بلبن مع نعناع. طبعا هي سلطة منعجة ولذيذة وبترطب على الحلق وعلى البطن. تحياتي طبعا للإخوة الأعزاء، قناة وفر بيت في بيتك منوعات، الأخ عباس وزوجته العزيزة، والأخ أبو آدم من غزة، وكل جمعة مبارك وكل عام وانتم بخير. متابعوني هون بفرم في الخيار فرم ناعم عشان اخلطه وافرمه واخلطه مع ال. وهون بدا ابو الياس بتقطيع اوراق النعناع، ولازم يكون التقطيع ناعم جدا. وهون بفرجيكم بالخيار اللي قطعه، ضروري كمان لازم يكون مفروم فرم ناعم. هون صار لنا جاهز الخليط اللي هو النعناع والخيار، وحطينا عليه حبة ثومة، نخلطهم كويس. وفي عنا هون صحن لبن، لبن زبادي، نخلطه معه. وآخر شيء أبو الياس ضاف اللبن، وبعد هيك طبعا اللبن اللي هو الزبادي، ورايح يضيف بعد هيك عصير الليمون، ورايح يحط كمية مناسبة من الملح، وبهيك بيكون معنا طبق الخيار مع اللبن والنعناع جاهز. الله يسلم إيديك أبو الياس. حطينا شوية ليمون، بخلي القوام تبعه سائل شوية. معلومة لقط نحط عليه ملح، طبعا ما كثرت ملح عشان الواحد صايم وما بقدر يذوق الأكل، بقدر الواحد بعد الفطور على الفطور عفوا يعني بزيد كمية الملح. وهون صار طبقنا جاهز وصحتين وعافية. ولأن الأكل ضروري يكون بجنبه إشي من النشويات، عملت رز بسمتي بالخلطة البهار، يعني حطت عليه هال وكركم ولومة، وحطت عليه مسمار، وطبعا بهار مشكل وفلفل أسود وملح، وهذا هو كل شيء. بس يوصل لهاي المرحلة بصير لازم نفوتها على الفرن، نشيل القصدير والورق ونقدمه ونزل على الفرن. طبعا شوية رز لبنت الصغيرة، أنا كانت جوعانة عشان كانت مستعجلة. وهيك يا جماعة الخير، اليوم أبو الياس كم شهر برمضان؟ اليوم 11 رمضان، اليوم صرنا 11 رمضان، لا إله إلا الله، خلص رمضان. كل عام وأنتم بخير، وعاد الله علينا وعليكم. اليوم طبعا لسه طايق يعني، بس